صباح الخير من جديد مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم. ننتقل الآن إلى فقرة البث المباشر في هذا الصباح. نتعرف إياكم على قرية أبو شخيدم إلى الشمال من رام الله. أبو شخيدم المندمجة في بلدية مشتركة مع المزرعة القبلية ضمن بلدية الزيتونة. من هناك تنضم إلينا الزميلة منال حسون. منال، صباح الخير. صباح الخير منال. صباح الخير فراس وولاء، ويسعد صباحكم مشاهدينا. احنا اليوم موجودين من الشمال من مدينة رام الله، وتحديدا في قرية أبو شخيدم. طبعا بعد الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا وفوز القائمة التوافقية في هذه القرية بالتزكية، تحمل هذه البلدية اليوم مشاريع عدة، مشاريع تنموية لتنفيذها في هذه القرية، ولعل من أبرزها هي إنشاء خزان مياه، كون أحد أهم المشاكل التي تعاني منها هذه القرية هي انقطاع المياه لمدة طويلة، حيث منذ أسبوعين لم تصل المياه إلى هذه القرية، بعض المنازل لم تصلها المياه لمدة 4 أسابيع. طبعا الوقوف أكثر على أهم المشاريع التي ستسعى البلدية لتنفيذها خلال الأسابيع القادمة، وأهم أيضا المشاكل التي تواجهها. معنا رئيس البلدية السيد سعيد شريطح، وأيضا أحد أبناء هذه القرية حسن أبو ظاهر. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك. طبعا بداية يجب أن ننوه إلى أن حضرتك رئيس بلدية الزيتونة، والتي تضم قرية أبو شخيدم وقرية أو المزرعة الغربية. بداية قبل أن نطلع أكثر على صورة الوضع في هذه المنطقة، طبعا أنتم قائمة أبناء البلد التي فازت مؤخرا بالتزكية، طبعا قائمة توافقية بالانتخابات، أهم المشاريع التي ستعمل هذه البلدية على تنفيذها على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد أيضا. شكرا لك. بداية بهاي المناسبة أتوجه بالتحية، تحية كبار وإجلال وإعزاز لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال. نتمنى لهم تحقيق مطالبهم بسرعة القصوى وفك كربتهم إن شاء الله. بالإشارة للموضوع اللي ذكرتيه واللي تفضلت فيه، إحنا سبق وعملنا خطة تنموية استراتيجية لبلدية الزيتونة، كانت هي عبارة عن دراسة متعمقة ومتخصصة، شكلت لهذه الغاية مجموعة لجان متخصصة كل في مجال اختصاصه، درسوا الواقع وشخصوا احتياجاته، وبالتالي طلعنا بمجموعة مشاريع هي كانت ضمن احتياجات أولوية للبلدية اللي هي المزرعة الكبلية وأبو شخيدم. وكان من ضمن الأولويات اللي هو مشروع خزان مية، اللي كان ممكن يحل مشكلة المية في المزرعة وأبو شخيدم، لأنه انقطاع المي بفصل الصيف في بعض المناطق العالية لمدة أشهر، يعني أنت بتحكي أسبوعين وثلاثة عن المناطق العادية اللي مفروض توصلها المي يعني كل أسبوع مرتين على الأقل، لكن في عندك مناطق عالية في المزرعة أبو شخيدم بشوفوش المي طول الصيف، فبالتالي هاي مشكلة أدت لمشاكل كثيرة، أدت لمشاكل إنه الناس تروح تدور على المحابس، هذا يسكر مشان المي توصله وهذا يفتح، وبالتالي صار في مشاكل كثيرة عند المحابس. فهاي المشكلة مأرقتنا، وفعلا بوجود الخزان ومن خلالكم كمنبر إعلامي راح نشتغل إن شاء الله على مشروع الخزان كأولوية. نعم. هذه القرية طبعا هي كما ذكرت هي من أهم المشاكل التي تواجهها اليوم، انقطاع المياه، احتراق أيضا شبكات المياه، لكن قبل أن نتطرق أكثر إلى التحديات التي تواجهها وأهم المشاكل، دعنا نعرف أكثر المشاهدين على الموقع الجغرافي وتحديدا القرى المحيطة بها. هي إلى الشمال من مدينة رام الله، لكن دعنا نتعرف أكثر على الموقع الجغرافي والقرى المجاورة لهذه القرية. نعم. أبو شخيدم هي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن مدينة رام الله، عدد سكانها قرابة 3000 نسمة، يعني أغلبهم موظفين ويشتغلون بالتجارة. الزراعة لعدم جدواها يعني صفت فئة قليلة جدا من الناس بتهتم بالزراعة. احتياجات أبو شخيدم هي نفسها احتياجات معظم القرى بفلسطين. حكيت أنا قبل شوي عن المياه، بس في عنا مشكلة. لكن سنتطرق كما ذكرت إلى هذه التحديات. الموقع الجغرافي تحديدا إلى الشمال من هذه القرية تقع طبعا المزرعة أو كوبر، يعني من أيضا برزيت حواليها أيضا ودير عمار. هتعرفنا أكثر على هذه الموقع بالتحديد. نعم نعم. المشاهدين على المنطقة اللي إحنا موجودين فيها، يعني إذا يعني مجرد صارت بلدية الزيتونة اللي هي بضم المزرعة الكبلية وأبو شخيدم، صفى نحكي عن بلد واحد اللي هي الزيتونة المزرعة الكبلية وأبو شخيدم. مساحة الزيتونة المزرعة الكبلية وأبو شخيدم تتجاوز 15500 دونم، حوالي 16000 دونم. بتحدها مدينة رام الله من الشمال،
وبيحدها كم ايضا عين كينيا وابو كش، من الغرب بيحدها دير عمار وبتلو وجمال، لا جمال راس كركر، من الشمال كمان بحدنا كوبر وبيتلو وجاني وراس كركر من الغرب كمان. نعم. هذه القرية أبو شخيدم لعل هناك قصة أو رواية تاريخية لسبب تسميتها، قبل 300 عام تقريبا يعني كانت تسمى بجهنم، وهي قد تكون وصف لحادثة أو رواية تاريخية أكثر ستعرفنا عنها. السيد حسن أبو ظاهر أهلا بك معنا بداية. أبو شخيدم، ما هي سبب التسمية وما قصة أيضا جهنم؟ يعني مرحب فيكم في أول إشي في أبو شخيدم تلفزيون عزيز ومنبر إعلامي لامع. فلسطين كلها بشكل عام هي متحف كبير، يعني كل بلادنا لها تاريخ ولها شروش مضروبة في التاريخ. أبو شخيدم هي قرية قائمة على خرب قديمة جدا رومية، قد لا تقل عمرها عن 2000-3000 سنة هاي الخرب والسراديب والدهاليز اللي تحت الأرض. هلأ من 300-400 سنة كانت القرى اللي حوالينا قرى صغيرة، فكان إذا حدا يكون عنده مشكلة يهرب على هذه الدهاليز اللي تحت الأرض. فكانت تجمع، طبعا دهاليز عم نحكي عن مئات الأمتار تحت الأرض لا زالت قائمة لليوم، ما حدا بيعرف إيش فيها وين بتنتهي يعني. فكان يطلق عليهم، أنت بدك يعني لقب، هي مش اسم، أنه تروحوش من عند جهنم، اللي هي جهنم اللي هي في التجمع اللي فيها المشاكل. أصل تسمية أبو شخيدم كقرية، أصل التسمية جاي من عائلة أبو شخيدم اللي هي أصلاً لا زالت موجودة في الخليل، أحد عائلات الخليل المشهورة. فصار عندهم مشاكل دم من 300 أكثر شوي 300 سنة، فصار الجلو يعني من الخليل على هذه القرية، مروا بعدة مراحل بس وصلوا هاي القرية، فأطلق اسم الخربة هاي اللي أقطعها إياهم شريتح اللي هو كان زعيم في منطقة شمال رام الله، أقطعهم مكان القرية الخرب القديمة اللي كانت يطلق عليها لقبا جهنم. سكنوا فيها، اشتروا شوية أراضي حواليها، اجوا إخوين كمان من منطقة ثانية من دير دبوان على نفس الأسباب، برضو اجوا على هالبلد كنداح وأبو ظاهر وكمان عائلات. هلأ قرية أبو شخيدم من 3000 نسمة، لا يكاد أحد ما بقربش للثاني، كلهم بقربوا لبعض بالنسب بالمصاهرة. تاريخ القرية كقرية الحديث 300 سنة، تاريخها الأثري والعمراني بظل 2000 سنة. نعم. هل هناك أي أماكن أثرية، بما أنه نتحدث عن أيضا تاريخ قديم كما ذكرت، هل هناك أي أماكن أثرية أو تاريخية موجودة في هذه القرية؟ في قريتنا يعني أكثر ما يميزها من الآثار هذه الدهاليز والسراديب اللي تحت الأرض في بطون هالجبل، وما حدا بيعرف وين هي، غير ظاهرة للعيان تحت صحيح؟ تحت مستوى الأرض. بالإضافة أنه في عندنا المعصرة الزيتون الرومية عليها كتابات رومية حتى قد تكون قبل الروم كمان، مبنى قديم جدا منتشر في البلد. ظاهرة الأبار اللي بيلكوها الناس، أبار برضو رومية قديمة وعريقة، في عندنا أبار في الجبال يعني في الوديان، أبار من أيام الروم، فهي خربة قديمة جدا بالتاريخ. عمارها يعني عمرت وخربت وعمرت وخربت، آخر عمار إلها من 300 سنة تقريبا. أهم ما يميز أهالي هذه القرية وكمان كونها قرية مجاورة وتتبع لنفس البلدية للمزرعة الغربية، هل هناك أي عادات أو تقاليد تميز سكان هذه القرية عن القرى الأخرى؟ نعم، يعني أهم ما يميز قريتنا ومشهود له بالمحيط اللي في حواليها هي بساطة الناس، فما في أي نوع من أنواع المشاكل اللي قد تسمى مشاكل. فبتلاقي الناس لما يصير عندنا فرح أو طرح لا سمح الله، كل الناس بتكون موجودة بغض النظر أنت ابن مين أو ابن أو من أي عائلة، الجميع بيكون حاضر الحمد لله. كمان لا زال عندنا في ثقافة طبعا قليلة ولكن لا زالت موجودة، النشاطات المجتمعية اللي قائمة على التطوع، بتلاقي هالشباب مرات بينظفوا في البلد، بتلاقيهم بيعملوا حملات لمساعدة أو إسناد الفقراء، بتلاقي مهتمين مثلا عندنا شهيد استشهد في شهيد النكبة محمد عود أبو ظاهر، فكل سنة الشباب في هالبلد بيعملوا مناسبة في ذكرى وبيعملوا دوري وبيعملوا يعني بيجيبوا هالقرى الثانية عندنا. فالحمد لله لسه يعني العادات الحميدة الجيدة موجودة. سيد حسن، ذكرت لنا أيضا أنه طبعا إحنا على تقريبا على بعد أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك، أهم ما يميز سكانها هو تعدد الحملات التطوعية التي تجري في هذه القرية بالتعاون أيضا مع المزرعة، حدثنا أكثر عن طبيعة هذه الحملات وهل هناك أي حملات ستبدأون بها في المستقبل القريب يعني أو خلال عدة أيام؟ الحمد لله في قريتنا ما عندنا حدا نقدر نحكي انه نام جعان الحمد لله. هلا عندنا في شباب هالبلد كل رمضان قبل رمضان بحوالي 10 ايام في اجتماع صار هذيك اليوم، بلموا حالهم
وبيعملوا على حملات لجمع مواد غذائية وجمع ملابس عيد وجمع فلوس وجمع اللي ما حدا يكون محتاج في فترة رمضان أو حتى بعد رمضان في العيد. نفس هذه الحملة برضو موجود منها في قريتنا في المزرعة تحت، برضو شباب بلموا بيساعدوا أهلهم بيساعدوا الناس. هذا ما بعطي رمضان بعد جميل آخر، بعد روحي جميل، إنه الناس والله لسه بتفكر بغيرها، فنحمد الله إنه الناس لسه فيها الخير إنه تشتغل. والجميل في الموضوع إنه مش يعني هاي ظاهرة عند الشباب، فهذا يعني أثر أطيب كمان لو يكونوا الكبار. الكبار طبعا هم معنا، بس الشباب تطوعا بيعملوا هذا الحكي، فممتاز الحمد لله. أنشطة تزيد من الوعي المجتمعي، كلهم بمسؤوليته في هذه القرية. أعود لك سيد سعيد، يعني ذكرت بأن أبرز ما تواجه هذه القرية من مشاكل ليس فقط المياه، الأراضي، توثيق هذه الأراضي، الطابو، وأيضا الكهرباء. يعني في هناك عدة منازل لا تصلها الكهرباء، ليس فقط المياه، وبالتالي أطلعنا على صورة الوضع من حيث هذه المشاكل، وكيف ستعملون على تنفيذها وحلها كونكم طبعا القائمة التي فازت بالتزكية في هذه القرية. ما هي خططكم المستقبلية تجاه هذه المشاكل وطرق حلها؟ نعم، احنا راح نرجع نتواصل مع المؤسسات الفاعلة في هذا البلد من أجل العمل على تطبيق الخطة التنموية الاستراتيجية اللي عملت وكانت مدروسة بعناية وشخصت بعناية. الكيتا احنا بالنسبة للموضوع المياه والكهرباء اللي في أحياء كثيرة جديدة في البلد في المزرعة وبش خيدم لم تصلها لغاية الآن، وتكلفتها عالية جدا، وبالتالي لا يستطيع المواطن إيصالها، وأكثر الناس بيعتمدوا في المياه على التنكات الغير معروفة المصدر اللي لا يمكن الوثوق فيها والشرب منها. اولا غاليه، تكلفتها غاليه، وبالتالي لا نستطيع الاعتماد عليها بشكل مطلق، وعندنا مشكله حقيقيه. يعني لازم الواحد مشان يشرب مي اما بده يشتري مي واما بده يروح يعبي من العيون او من مية المصلحه اللي موجوده في مكان اخر. كذلك نفس الشيء الكهرباء، في بعض الاحياء جديده ما وصلها كهرباء، ولان تكلفتها عاليه يعني بلاقوا صعوبه، بالتالي بيضطر يمد سلك لمسافه بعيده جدا. يعني ممكن يشتري سلك لمده بطوله 500 متر يوصله لبيته، وهذا مش حل جذري لانه في خطوره وفي مشاكل كثيره منتجه عن هذا الحكي. هركيت احنا في عندنا مشكله كمان، انه هو لما بلش المجلس القروي ب 97 سواء المزرعة ولا هو بشخيدم، كان في بنية تحتية مدمرة، لا كان في شوارع مزفتة ولا في كان ينقصنا شغلات كثيرة، بالتالي لم يكن بالاستطاعة أو بالإمكان عمل كل شيء في آن واحد، كان قسمت الاحتياجات بالتدريج، فلم نستطع لغاية الآن إيصال الشوارع لكل المنازل. يعني عندنا في المزرعة وبشخيدم كثير ناس لازال بمشوا على التراب، وهذا مشكلة في الصيف غبرة ووسخ على الدور وعلى المنازل وعلى المواطنين، وفي الشتاء لبس وبيؤدي لمشاكل كثيرة. هل هناك خطة من قبلكم واضحة لبدء تنفيذ هذه الإصلاحات؟ نعم، هي الخطة أنه أولا لسه ما رجعنا على البلدية، يجب أنه نرجع عليها ونشوف شو موازنتها، نرجع نتواصل مع المؤسسات والدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات الفاعلة في هذا البلد، ونرجع نذكر بالمشاريع ونشوف شو الإمكانيات عملها. يعني لا يمكن انه انت تقدر تقولي انه خلال شهرين بدي ازفت شارع هذا، ما هو انت بتحكي عن امكانيات ماديه كمان، عن موافقات كمان. يعني مش احنا لحالنا بنشتغل ميدان، ومش موازنه البلديه هي لحالها بتقدر تعمل كل شيء، فبالتالي نترك شويه وقت مشان نرجع نتواصل مع وزاره الاشغال، مع وزاره الحكم المحلي، مع المحافظه، مع الجهات المانحه، مشان نقدر نحدد شو بدنا نقدر ونعمل. لكن كل ما عملناه ضمن الخطة الاستراتيجية سنعمل عليه إن شاء الله وراح نطبقه إن شاء الله. تقريبا عدد سكان هذه القرية يتجاوز 3000 نسمة، لا يوجد فيها سيارة إسعاف. يعني صحيح. ذكرت لنا أنها هي مشكلة رئيسية، لا يوجد أيضا عيادة ميدانية كون يعني بعض المواجهات تحصل بالقرب من هذه المنطقة، وبالتالي لا يوجد مكان للمعالجة فيه أو صحيح. لتلقي العلاج. يعني أنت تحكي 3000، أنا مش خدم، أنا بدي أضيف لهم 6000 بالمزرعة، بصير مجموع 9000. 9000 بحاجة ماسة لسيارة إسعاف، بحاجة ماسة لعيادة طوارئ. قلت لك إذا بنحكي عن وحدة جغرافية المزرعة وبشخيدم، إحنا حوالي فوق 16000 دنم. في عنا مستوطنات محاطة بالبلد، وأكثر مرة صار مواجهات بالمزرعة، وصار في عنا شهداء وجرحى. بالتالي إحنا بحاجة ماسة لسيارة إسعاف ميدانية، بحاجة ماسة لعيادة طوارئ ميدانية، اللي يعني يصير مواجهات، يصير مشاكل، تحل مشاكل الناس.
فاحنا فعلا يعني بحاجه لمثل هاي الخدمه، خصوصا انه بالمواجهات الاخيره اللي صارت في 14/7 يعني كان في في العام الماضي كان في مواجهات، كان عدد الجرحى كبير، وكان يعني كنا بحاجه فعلا مثل لانه كانت سياره او سيارتين اسعاف الهلال الاحمر ما كانوش يقدروا يغطوا العدد الكبير من الجرحى في ان واحد، فبالتالي كنا نعم ورحنا على المستشفى الاستشاري وما استقبلونا، وبالتالي كان في عندنا مشكله حقيقيه يعني بحاجه ماسه لسياره اسعاف، بحاجه ماسه لعياده طوارئ ميدانيه. هناك العديد من المراكز والمؤسسات في هذه القرية تعنى بالشباب والأطفال وأيضا بالنساء، حدثنا عن هذه المراكز أبرزها والأنشطة التي تقوم بها. نعم، الجمعيات النسوية في المزرعة وبش خادم تعتني في شؤون النساء، تعتني بشؤون الطفل، يعني لها اهتماماتها واحتياجاتها. الاتحادات الشبابية الرياضية تهتم بشؤون الشباب وبمشاكلهم وعمل حلول سريعة لمشاكلهم. يعني ممكن يكون فيش عندنا جمعيات زراعية بالمعنى المقصود، لكن احنا بحاجة مثلا مثل هيك جمعيات مشان تعزز وجود المواطنين على أرضهم، مشان كمان تسوق لهم محصولاتهم إنتاجهم الزراعي، لأنه كنا لغاية فترة قصيرة اعتمادنا الكلي والمطلق على الزراعة، اليوم بطل يصير اعتمادنا لعدم جدواها الاقتصادية، تركوا الناس أرضهم في غالبيتهم العظمى، بس يعني صف اعتمادنا الرئيسي على الزيتون. وبالتالي حتى الزيتون مش عارفين يسوقوا الناس. نعم، معظم محاصيل او معظم الانتاج الزراعي في هذه الارض هو من الزيتون ام ام ام, أم ان هناك مزروعات اخرى في هذه القريه ومحاصيل اخرى؟ الزراعه الثانيه غير الزيتون هي الاستهلاك المحلي، سواء عنب ولا تين ولا لوزيات، هي الاستهلاك المحلي مش انه يعتاشوا الناس منها ويسوقوها ويكون مصدر رزق ودخل لهم. الزيتون هو بشكل عام هو مصدر دخل، يعني سابقا كان قديما كان اللي بده يجوز منه يستنى الماسيه اللي هي الزيتون، واللي يتداين طول السنه من الدكان يستنى الماسيه مشان يسد ديناته، واللي يعني يحلوا مشاكلهم من خلال موسم الزيتون. اليوم صار موسم الزيتون عبء على الناس، يعني صفى يجي الزيت والزيت لسه موجود في محله مش عارفين يسوقوه. بالتالي يعني صفت في مشكله، احنا بحاجه ماسه كمان في مشكله مهمه جدا 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 اللي هي الارض. الارض احنا عندنا بالمزرعه القبليه مش طابه، تسوية أردنية غير منتهية، والأرض مسجلة بالمالية سنة 38، يعني اللي كان عمره 70 أو 60 سنة بال 38 وسجلت الأرض باسمه هو مات أكيد، وولاده ماتوا أكيد، وولاد ولاده كمان ماتوا أكيد. فبالتالي صفت أي قطعة أرض إلها 200 وريث وكلهم مش موجودين في داخل البلد، إشي موجود في الأردن، إشي في أمريكا، إشي هان، إشي في دول الخليج. وبالتالي صف في صعوبة جدا للدفاع عن الأرض لإثبات ملكيتها كمان. يعني أنا بذكر مرة طلعنا على مستوطنة هي قدامنا هاي اللي براس الجبل، اسمها المستوطنة، مستوطنة حرشة. رحنا هناك واجوا السكان ما كانش في حد، يعني كان في حارس، قلنا له وين المسؤول عنك؟ اتصل عليهم واجوا خمس دوريات جيش وسيارتين مدنيين. قال شو بدكم؟ قلنا له هاي أرضنا، بأي حق أنتم موجودين عليها؟ قال في عندك طابو؟ قلنا له في. قال خذ الطابور وعلى المحكمة. طبعا احنا ما عندنا طابو. وبالتالي يعني صف اي بني ادم له حصه من ضمن 200 حصه مش راح يعني مش اول شيء مش راح يقدر يثبت ملكيته لهي القطعه، وبالتالي مش راح يموت مشان يعني سهم من ضمن اسهم عديده. فانا بقول انه مشان نقدر نحمي ارضنا، والسلطه كانت سلطه الاراضي كانت رافعه شعار كبير نطوب ارضك تحميها، وانا رفعت سبق ورفعت لمجلس الوزراء مشان نطوب ارضنا مشان نحميها، انا من خلالك ومن خلال التلفزيون ومن خلال الاعلام بناشد انه احنا نطوب ارضنا مشان نقدر نحميها ندافع عنها. يعني واحد عنده قطعه ارض باسمه ممكن يموت عشانها، ممكن يدافع عنها بكل الوسائل بالقانون بغير القانون يدافع عنها، فهي مساله ملحه. قد تكون أيضا لكم دور فيها مستقبلا لحل هذه المشكلة. أخيرا نود مع أستاذ حسن نتعرف على المشروع الذي تعمل عليه اليوم أو ينشأ في هذه القرية، هي المدرسة الوطنية للإدارة، يعني هي مشروع جديد على مستوى الوطن، حدثنا عنه بشكل موجز لو سمحت. المدرسة الوطنية للإدارة هي مؤسسة حكومية عامة برأسها مجلس إدارة برئاسة رئيس ديوان الموظفين العام، هي احد اذرع ديوان الموظفين العام الاستراتيجيه، تقوم على فكره انه ما في حدا لازم يترقى بدون ما يتم تاهيله مسبقا، وبالذات في الفئات العليا زي المدير العام مثلا.
فهي بتقوم على انه بندرب المدراء العامين في هذه المدرسه، المدرسه بتقوم على تدريبهم لمده سنه، بتحضرهم للمنصب القادم، لانه اذا انت انشات فريق وكان رئيس الفريق ناجح فالفريق كله بنجح بنجاح الفريق. المدرسه موازنتها 8 مليون دولار تقريبا للبناء تبعها، العمل جاري عليها على قدم وساق حسب ما وعدونا المؤسسات العامه ديوان الموظفين، انه يعني ان شاء الله خلال شهرين ثلاث بينتهي الجرف وببلش اعمال البناء. المقر راح يكون هون مقر دائم بمسطح تقريبا 6000 متر، هو مقابل لجامعه بير زيت على راسها الهضبه. مشروع راح يعمل، انا بعتقد راح يعمل نقله نوعيه في ثقافه المؤسسات العامه الفلسطينيه من ناحيه الاداره ومن ناحيه التنظيم. هي اول مره بتصير مؤسسه بهذا الوزن وبهذا الحجم خارج منطقه رام الله، هي عندنا في قريتنا. هذا بيعود بالنفع الكبير على القريه وعلى اهل القريه وعلى ارض القريه والمزرعه. كمان بنعتقد انه مشروع ناجح لرسم رؤيه مستقبليه لاليات التخطيط في القطاع العام الفلسطيني. نامل النجاح والسرعه في التنفيذ، وان شاء الله انه كل يعني احنا المانحين الكوريين هم اللي مانحين المشروع، لكن بالنهايه التنفيذ بادواته بايدي فلسطينيه. نامل النجاح ان شاء الله بالقريب العاجل. شكرا لك حسن ابو ظاهر، وكان نشكرك رئيس البلديه السيد سعيد شريتح على وجودك معنا، ورمضان كريم. الله اكرم، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، شرفتونا. احنا مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا من شمال رام الله وتحديدا في قريه ابو شخيدم. الان العوده الى فراس وولاء لاستكمال فقرات يوم جديد، وبنتمنى فراس نكون اضفنا لك معلومات جديده عن قريتك. بالتأكيد كل هذه المعلومات معلومة، لكن نأمل أن يتم إنجاز ما تم الحديث عنه في المستقبل القريب، وحتى إن طال ولكن أن يتم في نهاية المطاف تطبيق هذه المشاريع، خصوصا فيما يتعلق بأزمة المياه في البلد، وأيضا ملعب كرة القدم الذي طال انتظاره في هذه المنطقة. أكيد مهم لإلك ملعب كرة القدم، مش إلي لحالي، للجميع. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير، وأكيد بنرجع لكم بآخر محطة من محطاتنا اليوم والإسعافات الأولية النفسية، فكونوا